تقنيا الابتزاز اذا تعرضت انت كشخص على طول اول ما تكتشف انك تعرضت للابتزاز، وهذا طبعا يمكن اخواتنا يمكن الموضوع هذا الكلام مهم لهم، مجرد ما تتاكد او تتيقن انك تعرضت لابتزاز مهما كانت المواد الموجوده عند المبتز اقطع اتصالك مباشره، بمعنى افصل المودم افصل سلك الانترنت مباشره ولا تتواصل مع الشخص هذا لسببين. السبب الاول انه ما راح يوقف، ويمكن ابو فرحان يدعم بالموضوع، ما راح يوقف والله لو ياخذ فلوسك وفلوس الجيران ما راح يوقف، هذه نقطه. النقطه الثانيه قد يكون قطعك للاتصال بينك وبينه هذا يفقده كميه كبيره جدا من المعلومات الموجوده عنده. يعني هو اثناء الاتصال هذا قاعد يسحب ممكن. يعني الانترنت هو الباب المفتوح للمخترق. ممكن وقد يكون ابو فرحان هنا يخدمنا بموضوع بعض المبتزين يبتز بحاجه بسيطه، صوره ثابته، صوره ثابته لاي مثلا فتاه صحيح، فقط هو لقى صورته مثلا ارسلته له بالغلط بتويتر وابتزه، بعد شهرين من الابتزاز هذا وبعد رضوخه له يصير يبتز بمقاطع فيديو هي مصوره له، مقاطع فيديو صحيح. ممكن تكون خادشة أو شيء هي اللي مصورتها له. منين حصل عليها هذه؟ من رضوخه له. المبتز مهما كان اقطع تواصلك به مباشرة، والآن الدولة والقانون يحمي والحمد لله، يعني الأمور بل بلحظات يتم القبض على المبتز. نعم بلحظات، شفت سرعة استجابة لجهات الضبط. نعم صحيح، الجهات الأمنية مع قضايا الابتزاز استجابة سريعة جدا. يعني أنا من ضمن القضايا اللي مرت علي أنه شخص مبتز خارج المملكة وهو حقيقة يحمل الجنسية السعودية، تم القبض عليه في ذات الدولة اللي مسافر له، وأتي به للمملكة وسلم لجهات الضبط هنا وحكم عليه حكم مثل ما نقول يشفي الغليل. يشفي الغليل.